Mais ça ne veut pas dire que les temps... Vous le donnez parce que ça ne sert à rien. La situation normale, même s'il y a eu le coup, sur les événements qu'on avait vécu au niveau de... Maintenant, là, on présente à peu près la localisation des... Il pense qu'on est 26 000. أزمة الحرائق جاءت في ظل الذروة تاع الاستهلاك الكهرباء كما تعلمون، وكان هناك رقم تاريخي كان سجل كما كان تقدم به زميلي في العرض لأكثر من 16,065 ميجاوات، اللي هو كذلك رقم تاريخي مرة أخرى يزداد إلى نسبة الاستهلاك في الجزائر. لو ديسبوزيتيف كايتي ميون بلاس اليوم يعني أثبت النجاعة تاعو، حتى التأثير تاع الحرائق يعني حتى ولو كانت يعني كبيرة مست حوالي 12 و13 ولاية، أكثر من 70 نظن يعني البلدية فيما يخص حنا التيار الكهربائي، 80% قمنا بانقطاعات احترازية و20% أو 25% يعني أعطاب، وحتى الأعطاب يعني كنا عالجناها مباشرة. اليوم ما كان حتى مواطن راهو بدون كهرباء إلا استثناء يعني المناطق المعنية بطبيعة الحال بالحرائق والبعض يعني لي فيلاج بعض البلديات اللي راهي يعني تمست يعني مباشرة. حتى في هذا المجال يعني هيئنا نفوسنا باش يعني مباشرة بعد يعني إخماد الحرائق وترجع الأمور إن شاء الله في أقرب الأجال إلى مجالها، والدولة راهي مجندة في هذا السياق كما تعلمون، نرجع يعني مباشرة يعني ونعاود نتم إصلاح